في اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم، نحن اليوم في ضيافة عائلة لاجئة من كردستان سوريا، حيث كانت تقيم هذه العائلة قبل لجوئها إلى إقليم كردستان في حي القابون في مدينة دمشق. سنتحدث مع هذه العائلة عن أجواء رمضان في مدينة دمشق والآن أجواء رمضان في مدينة أربيل. أخ آلان، لو تحدثنا قليلا عن أجواءكم الرمضانية في مدينة دمشق، كيف كانت؟ والآن هل أثر اللجوء على أجواء رمضان بالنسبة لكم؟ طبعا الاجواء اللي كانت بالشام اجواء ما بتتوصف يعني، وما في لها بديل باي بلد ثاني يعني. طبعا احنا كنا بكل حاره، كان كل بيت من كل محافظه، كلياتنا كنا اخوه، يوميا كنا نعزم بعض يعني. السفره بتلاقي 15 اكله، كل اكله من 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 واحد من الجيران. كانت اجواء كثير حلوه. هلا قبل الفطور كنا ننزل على السوق، كنا نشم ريحه العرق سوس، كنا نشتري تمر هندي، كنا نشتري العصائر يعني. كانت اجواء كثير كثير حلوه يعني، اجواء ما بينوصف. طبعا بين ما بنروح ما بنلاقي مثل هالاجواء باي بلد يعني. اكيد اللجوء اثر على اجواء اللجوء بالنسبه لكم كلاجئين من كردستان سوريا هنا في الاقليم. طبعا هو يعني بمجرد انه اسمك لاجئ اكيد هذا وجع يعني، هذا حزن، هذا يعني اي واحد منا لاجئ اكيد بيعاني يعني. قد ما تكون البلد اللي بتستضيفنا قد ما تكون منيحه والحمد لله ما قصرت معنا، بس بتضل ريحه الوطن يعني، ريحه بلدنا ما بتتعوض ابدا يعني. شكرا جزيلا لك. مائده رمضان عامره اليوم، قمت بتجهيز كل هذا الاكل لوحدك ام هناك من ساعدك في تجهيز الاكل؟ اليوم عزمنا اهلي على فطور رمضان، طبعا بمساعده امي ومرت اخوي اللي ساعدوني بالاكل. طبعا الايد الواحده ما بتسافر لحالها، سويت هالاكله تكون شويه صعبه، مساعده امي هي اللي ساعدتني اكثر شيء. طبعا احلى شيء بالرمضان انه الكل يجتمعوا مع بعض ويتعاونوا مع بعض ليجهزوا السفره، هذا احلى شيء انا بشوفه بالبيت. تحس انه الاب والام والاخت والابن الصغير كلهم عم يساعدوا بعض، تحس اجواء تعاون بالبيت، هذا شيء احلى شيء بالرمضان. كيف ترون طقوس العباده في مدينه اربيل بعد تناولكم للافطار؟ هل تذهبون الى صلاه التراويح في مدينه اربيل؟ اي والله نصلي صلاه المغرب، بعد صلاه المغرب على صلاه التراويح، فنرجع من صلاه التراويح. يعني اجواء الدينيه ما تختلف من اربيل ولا بسوريا ولا اي بلد في العالم الاسلامي، فبنروح نفس الاجواء. فقد ما كان بس ضل اسمه لاجئ، ما في عالم ناس بتعرفهم، فبتعرف على عالم جديد، بتعرف على واحد جارك من جديد، بقول لك تفضل روح الجامع، بنيجي من الجامع، بنسلم على بعض، بس ما في فرق بينه وبين سوريا، فرق كثير. شكرا يعني. كما نلاحظ في مدينة أربيل اللاجئون الكرد السوريين ما زالوا يقومون بطقوس العبادة في هذه المدينة، ولكن ما تغير عليهم هو الحياة الاجتماعية التي تركوها وراءهم في سوريا وكردستان سوريا أيضاً.